الو، السلام عليكم. نعم سيدي، هي هذه هيئه مراقبه التامينات والاحتياط الاجتماعي. وقع لك مشكل مع المؤمن ديالك؟ واخا مرحبا، تقدر تقول لنا بالتفصيل شنو هي طبيعه المشكل باش نلقاو الحل المناسب؟ كنسمعك سيدي. يوميا كتستقبل هيئه مراقبه التامينات والاحتياط الاجتماعي عشرات الشكايات من قبل المؤمنين لهم والمستفيدين من العقود، وذلك لأن معالجة الشكايات كيدخل ضمن الآليات اللي وضعتها الهيئة لحماية مستهلكي هذا النوع من الخدمات. وفي هذا الإطار خصصت الهيئة مصلحة قائمة الذات، وهذه المعالجة كتتم عبر مختلف القنوات، سواء من خلال منصة الشكايات الإلكترونية أو عبر البريد الإلكتروني والعادي، وأيضا عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وهنا السؤال المطروح هو شنو هما الحالات اللي ممكن يوقع فيها نزاع في إطار عقد التأمين؟ يمكن يوقع واحد الخلاف أو سوء تفاهم بين المؤمن له أو المستفيد من العقد، كذلك مقاولة التأمين، في مجموعة من الحالات. مثلا واحد التأخر في صرف التعويضات اللي كانت ينتظرها المؤمن له أو المستفيد من التعويض، كذلك يمكن يوقع بأن المقاولة تعطي واحد المقترح ديال التعويض اللي ما لائمش المؤمن له أو المستفيد من العقد، حتى هذا واحد السبب مهم اللي كنلقاوه في مجموعة ديال الشكايات. المسألة الثالثة، كيقدر يوقع يعني واحد الرفض كلي وتام عند المقاولة ديال التأمين باش تعطيله التعويض ديالو في بعض الحالات. غير هو هاد الأمور هادي باش كتوقع، يعني كاين مجموعة من الأسباب، طبيعة العقود، طبيعة مثلا البنود ديالها كالاستثناءات وسقوط الحق، وتطبيق بعض المسائل بحال لي بلافون، وتطبيق بعض لي فرانشيز في إطار بعض العقود كيخلي بأن التعويض اللي كينتظرو الإنسان ما كيلقاش، هذا من جهة. ولكن على كل حال كيف ما كان الحال، راه كاين طرق كثيره باش يمكننا نحلوا هذا النزاع او هذا سوء التفاهم اللي يمكن يوقع. وفي هذه الحاله هذه، واش ممكن لاي واحد كيشوف راسه متضرر وضع شكايه عند مقاوله التامين بشكل مباشر؟ يمكن الانسان يوضع كذلك يعني مباشره الشكايه ديالو عند مقاوله التامين، على اعتبار ان العلاقه اللي كاينه هي كاينه بين المؤمن والمقاوله. اذا الانسان فاش تيكون وقع له واحد المشكل وما فهمش مزيان كيفاش، شنو المشكل، كيفاش يمكن له يتعوض الى اخره، يعني اول طريق اللي كنوصيو به هو انه يمشي يلتجئ مباشره للمقاوله. المقاوله كيمشي يحاول يلقى معاهم طرق وديه، خصو يمشي يراجع العقد ديالو، ربما يلقى الحل في العقد ديالو الى اخره. يعني خصو الانسان اول طريق يسلكها هو يمشي عند الوسيط ديال التامين او للمقاوله مباشره باش يستفسر على السبب ديال هذا سوء التفاهم اللي وقع. هذا من جهه. من جهه اخرى، انسان دابا حنايا عندنا جميع المقاولات ديال المغرب تقريبا عندها واحد المصالح مختصه ديال الشكايات، اذا يتوجه بالشكايه ديالو مباشره عند المقاوله ديال التامين باش يلقى حل ودي معها الى تيسرات الامور. من بعد ما سلك جميع الاجراءات اللي يمكن له يديرها في اطار العقد وكذلك لدى المقاوله، الى استمر هذا سوء التفاهم وهذا النزاع، يمكن له انذاك يسلك واحد المسطره اخرى ويمشي عند وسيط حل النزاعات ديال التأمين. ذكرتي مؤسسات الوسيط، شنو هي وشنو الدور ديالها في حل النزاعات في التأمين في هذا الإطار؟ وسيط حل نزاعات التأمين هو كيقوم بدور الوساطة. هاد الوساطة كتتم في واحد الإطار، واحد الميثاق ديال سميتو لاشارت دو ميدياسيون، اللي هو كان مؤطر من طرف الفيدرالية مقاولة التأمين وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، واللي وافقت عليه جميع المقاولات ديال التأمين ديال المغرب. إذا هاد الدور ديالو في الوساطة هي واحد العملية ودية اللي عن طريقها كيحاول يلقى واحد الحل لهذا النزاع. هو شخص يعني مستقل، المقر ديالو كاين في الدار البيضاء، يمكن المواطنين يلتجئوا للخدمات ديالو مباشرة أو عن طريق سيت انترنت ديالو www.mediatorassurance.ma. وكنبغي هنا نوضح بأن الخدمة ديال هاد الوسيط ديال حل النزاعات هي خدمة مجانية. إذا الإنسان يتوجه عند هاد الوسيط إلا لقى الحل فبه، إلا ما تيسرتش الأمور يمكن له كذلك يلتجئ الخدمات ديال هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي اللي كتوفر على مصالح مختصة في معالجة الشكايات.
من بعد رقمنه خدمه الشكايات، عرف عدد الشكايات اللي كتعالجها الهيئه ارتفاع مهم، بحال مثلا العام الماضي قدرنا نتوصلوا بقرابه 5000 شكايه، وهي شكايه تتعلق بمختلف انواع التامين، بحال التامين على السيارات، تامين ضد حوادث الشغل، والتامين على المرض. عموما بعد ما المؤمن له ما تلقاش حل مع المؤمن ديالو، تقدر يتوجه للموقع الالكتروني للهيئه اللي هو www.acaps.ma. في الموقع كاينه منصه خاصه بالشكايات، اذا يكفي ان المتضرر يضغط على زر خدمات الكترونيه، ومن بعد على خانه شكايه الكترونيه، ومن بعد غادي يعمر المعلومات اللازمه الضروريه من اجل معالجه المشكل، غيرفقها بوثائق مهمه لتحديد العقد، مقاولات التامين او طبيعه المشكل. من بعد غادي توصل برقم الشكايه اللي غادي تمكنه من تتبع مراحل معالجه الشكايه ديالو بشكل واضح. الهيئه كتقوم بدراسه الشكايه، ومن بعد كترسلها لمقاولات التامين المعنيه، ومن بعد كتحاول تلقى حل مع المؤمن مع مراعاه بنود العقد واحكام القانون. الى اعتبر المؤمن له انه مازال متضرر، يقدر يلجا للقضاء. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركه الفيديو والضغط على زر الاعجاب.